خلينا أخذ مكالمة تانية. نهال، أهلا وسهلا فيك، أنت معنا على الهواء. ألو، مساء الخير يا حضرة القسيس. مساء الخيرات. أنا بشكرك وبشكر حضرة القسيس يعقوب، وأنا شايفة أنه حضرتك مهتم أكتر من حلقة بتقديم عن شخصية المسيح، وأنا مش قادرة ألومك لأنه من أهم المواضيع، وده مش عن تعصب بجد، لكن بقول أنه شخصية السيد المسيح شغلت أفكار وعقول معظم الناس لأكتر من 2000 سنة، لدرجة أن شخصيته قسمت التاريخ وأصبحنا نقول ما قبل المسيح وما بعد المسيح. نعم. فأنا عايزة ألمس بس مشكلة معينة، وخليني أقول اتهام بيوجه إلينا كمسيحيين إننا نؤله الإنسان، يعني المسيح عند إخواننا المسلمين إنه مجرد نبي إنسان عادي، فإحنا بنؤله. دي تهمة باطلة، لأنه الكتاب بيعلمنا إنه الإله صار إنسان عظيم، إنه هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فكمان عندي آية بتاعت إنه الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر. فدي كلمة أكلم بيها أخواني المسلمين، وأنا بشكر حضرتك يا حضرة القسيس يعقوب إنك اتكلمت وإديت أمثلة كثيرة، بس دي من الإنجيل اللي هو بين قوسين محرف ليا مثلا أنا كواحدة مشاهدة مسلمة. فأنا نفسي أقول 3 نقط من بسرعة من القرآن تحتاج لتفكير، وهي فعلا عن إلوهية عيسى. مكتوب عن عيسى نمبر 1 ان هو كلمة الله. فأنا هنا بسأل كل مشاهد مسلم، أنا وكلمتي 2 ولا أنا وكلمتي حاجة واحدة؟ دي أول نقطة محتاجة تفكير. نمرة 2 برضو من القرآن ان كل الأنبياء أخطأوا ما عدا عيسى ابن مريم، لم ينخصه الشيطان، يعني لم يفعل خطية. ومن الذي لم يفعل خطية إلا الله؟ وثالث نقطة وهي الأخيرة، إنه في آية بتقول إنه عيسى ابن مريم سيأتي ويدين العالمين، وكلنا بنعرف إن الديان هو واحد بس، هو الله، ولا يعطي مهمته الآخر ما لم يكون الشخص ده هو الله.